عليكم. اسمي أقيم، أنا أوكي ياماموتو، أنا من اليابان، وأريد أن أتعلم اللغة العربية هنا منذ شهرين. وفي اليابان أنا طالب دكتورة، أدرس عن التاريخ العثماني. أنا أحب اللغة العربية كثيرا، وهي لغة مؤجلة في القدم، وأريد أن أتجشم دراسة اللغة العربية، وإن شاء الله أتمنى أن أتكلم اللغة العربية. سيد ياماموتو، أنا لدي سؤال. بالنسبة إلى مركز اللغات الحديث، كيف ترى الدراسة؟ دراسة اللغة العربية في مركز اللغات. دراسة جيد، مثل أستاذ باسم يدرسني بشكل جيد، هو ماهر باللغة. نعم. هل استفدت من دراستك في اللغة؟ نعم طبعا. نعم، هل تشعر أنك أفضل من قبل؟ نعم. اللغة العربية؟ نعم طبعا. نعم. وكيف الخدمات في المركز؟ نعم جيد، يوجد مطعم، يوجد طلاب جيدة، ويوجد أساتذة جيدة أيضا. إن شاء الله سوف تكمل دراستك في كورس جديد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدي.